هل الصعافقة الذين طعن في الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هل هؤلاء يمتحن بهم أهل السنة حتى يكون مخالفا للضوابط الشرعية السلفية المعتبرة؟ يا نزار هاشم عليك الله، ما بتخاف الله؟ زول قال جنة ما فيها المكاشي، نحن ذاته ما دايرنا. أهؤلاء أولى ب 16 صفحة أما الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وين دعوتك للتوحيد؟ وين بيانك للحق؟ وأنا أتحدى الصعافقة من هنا إلى أقصى بلاد الأرض، أتحدى الصعافقة، ائتوني برد واحد لنزار بن هاشم على صوفي واحد من الذين ملأوا علينا بلاد السودان بالشرك والخرافة والبدع والضلال. ما دخلهم؟ حجبوا الناس عن العلماء، وضعوا ستارا بين طلاب العلم وبين العلماء. هذا الصعفور نزار ومن معه من الصعافقة والله ما عرفوا منهج السلف، ما عرفوا منهج السلف. ملأوا علينا الدنيا ضجيجا وملأوا الدنيا فتنا. هؤلاء الصعافقة أشبه بالضباع، بعدما أحسنوا إليهم قامت الضبع عليه فنهشت بطنه، بطن الأعراب، وقتلته. فجاء ابن عمه فلحق الضبع فقتلها، ثم قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر. أدام لها، قدم لها الإدام الأكل، أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائري، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت، وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يصنع المعروف في غير شاكر. دل الصعافقة نزع عرفات، كذابون، أفاكون، فتانون. هؤلاء الصعافقة يريدون أن يوازوا بين كلامهم وبين كلام الشيخ محمد بن هادي، فهو إنسان شهد له العلماء الكبار بالعلم، فإذا جرحك أنت أيها الصعفوق فاذهب إلى أقرب مستشفى واشتري شاشا وديتون. شيخ عبد الرحمن محي الدين قال لك أنت بطريقتك دي بتسوي في جنوه، بتضر الدعوة، دعوة التوحيد. فهذه كلها تجعل هذه الستاشر ورقة لا قيمة لها، أن هذه العبارات والصفحات التي سودت لا تساوي المداد الذي كتبت به، وهي أحقر وأقل من أن يرد عليها. وليست لك عبارة واحدة أو كلمة أو نصف كلمة في ضلالات البرع الذي يقدم أباه على الله. وبعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أردت أن يقطع الشيخ أبو بكر كلامه، ولعله قد أتى على جميع الفرى التي نسجها هذا الرجل حول عالم من أعلام الدعوة السلفية. ونحن أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الرد خالصا لوجهه الكريم، ثم نقول له ولمن معه ولمن يتتلمذ عليه أن هذه النصائح ولو كرهها هو فهي خير له، حتى لا يحمل آثام دعوة عظيمة في هذا البلد، وهي دعوة التوحيد. وقد صد كثير من الدعاة المساكين بما سأذكر لك من كلامه في تثبيت الناس عن دعوة الحق، فكلامنا خير له، ولذلك عليه أن يرجع وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما بيّن الشيخ أبو بكر جزاه الله خيرا، فإن هذا الرد أو هذا المقال تضمن الفرى والكذب والتناقضات والتجهيل والتعالم وتسفيه هذا العالم إلى غير ذلك مما أحزن كل سلفي غيور.
ومما زاد هذا الأمر سوءا أولا أن نزار هاشم لم يراعي الأدب الواجب عليه تجاه أهل العلم الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية، وهذه التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله من القواعد السلفية المعتبرة كما يزعم هو داخل مقاله. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ثانيا مما زاد الأمر سوءا أنه في كثير من عباراته داخل هذا المقال أنه وضع نفسه فوق منزلته وتشبع بما لم يعطه ونسي لعالمنا حقه. وأنا أذكر، وهذه مناسبة جيدة أن نذكر ببعض تزكيات العلماء من باب تذكير من لا يعرف مقدار الشيخ محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، ولأن كثيرا من الناس قرأ المقال فأصابه ما أصاب. طيب، أولا وقد ذكرها الشيخ أبو بكر مجملا ولكن أنا كتبتها وأذكرها إن شاء الله. أولا الشيخ ابن باز رحمه الله العلامة الإمام، وكان ذلك بمدينة مكة كما قال، واللقاء موجود على اليوتيوب، صبيحة يوم الخميس 3 شعبان 1412، دي سنة كم؟ 91. صعفوك الزمن ده كان وين؟ طيب أنا بس معليش خلوني ألتزم بالورقة دي. طيب، قال: مع بعض طلبة العلم من جدة، وأنه سئل عن بيان وجهه سماحته وفي يعني نصيحة عامة للناس، هل يقصد بها أي هذه النصيحة وبهذا البيان هؤلاء العلماء ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع المدخلي وصالح العبود وغيرهم والشيخ محمد بن هادي؟ فما هو رأيكم في هذه التفسيرات؟ وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ يعني كان فيه يعني لعله حث على الإلفة وكذا. بعد أن حمد الله وأثنى عليه العلامة ابن باز رحمه الله قال: والأسماء التي ذكرتم من خواص إخواننا. كلام ده سنة كم؟ 91 أو 92، 1412. من خواص إخواننا هم من علماء السنة من المعروفين لدينا بالاستقامة وحسن السيرة والعقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. طيب، قال: هل تنصحون الشباب بالاستفادة منهم حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة، خاصة أن بعض الدعاة والخطباء يصفهم بأنهم مجاهيل؟ قد بينا هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، قد بينا أنهم خواص إخواننا ومن علماء السنة، وأنصح بالأخذ عنهم والاستفادة منهم. ثانيا العلامة الفوزان حفظه الله ولعله كان كلاما قريبا، وكان سائل يتصل بالتلفون وأيضا موجود على النت، قال: شيخنا الله يحفظك، في لقاءات ودروس للشيخ محمد بن هادي المدخلي، هل تنصحنا بالحضور له الله يحفظك؟ قال الشيخ: أي نعم. هذا كان جواب الشيخ، وكانت هذه مكالمة على اليوتيوب بعنوان: جديد تزكية العلامة صالح الفوزان لدروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي. ثلاثة العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله قال: وأما طعنهم في الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله، ده كلام من؟ الشيخ عبيد الجابري حفظه الله،
قال أشهد الله، وتغيرت نبرته كأنما تأثر وهو يقول هذا الكلام. قال أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكته الكرام. شوف التزكية دي قوية كيف. قال وأشهدكم أنه علام، ووالله إنه علام وفقيه صاحب سنة، والله إني أفيد منه. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، شوف التواضع ده كيف. طيب قال والله إني أفيد منه، ده كلام الشيخ عبيد الجابري، وهو يعد في أبنائي بالنسبة لكبر السن. نعم، وما ذنبه إلا أنه رد على ذوي مخالفات لا يجوز السكوت عليها، فلن يرضوا عنه إذن أبدا. نعم، أنا ما أعرف الزول ده الحجر في الحتة دي شنو. أنت ما لقي يا زول، أنت ما لقيت 16 صفحة في إنسان زكاه كبار العلماء، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، وليست لك عبارة واحدة أو كلمة أو نصف كلمة في ضلالات البرع الذي يقدم أباه على الله. لما قال البرعي عندك عند الله سر القوم يبني وقيع الله أستاذنا، فلما لامه الناس على أنه جمع بين لفظ الجلالة أو بين ربه تبارك وتعالى وبين أبيه بالواو، أنشد بيتا آخر وقال عند الله وعندك. في الأول قال عند الله وعندك، هنا قال عندك وعند الله. قام شنو؟ قام جاب أبوه قدام ربنا سبحانه وتعالى. هل من كلمة، هل من نصف كلمة من هذه الكلمات أو من هذه الصفحات 16؟ ولو أن تقول للبرع إنك متعالم أو سفيه أو أنك خرجت على القواعد السلفية المعتبرة، ولو تكون بعبارة لينة وسهلة يكون رد منك أيها النزار الصعفوق على هذا الضال، وإن شاء الله الكلام حيجي. وعنوان هذه الكلمة الشيخ عبيد الجابري عن الشيخ محمد بن هادي، والله إنه علامة وفقيه وصاحب سنة، من لقاء طلاب العلم المغاربة مع الشيخ العلامة الفقيه الوالد عبيد الجابري حفظه الله، 4 رجب 1436 هجرية، 4 العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. دي ما ورطة هسي؟ ها؟ دي ما ورطة؟ زول ده ما شليك؟ خليك من انه صعفوك، دي ما شلاق هسي؟ طيب قال السؤال، الشيخ سئل ولعل الحضور كأنهم ما سمعوا. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: السؤال بالنسبة لمن يسمع حول أشرطة لبعض الدعاة من طلبة العلم، الشيخ محمد هادي المدخلي له أشرطة ناقش فيها بعض الأفكار وبعض الأشخاص، وهذه الأشرطة عرضت على بعض العلماء وفي مقدمتهم هذا. شوف الإسناد ده كيف، رأيك شنو في الإسناد ده؟ أين إسنادك؟ طعن في جلحات جلحات بتعمين يا الله يديك، وطعن في مين الكوري، وطعن في مين يا ناس ده إسناد ده مش كالشمس، ده بيحرقك الإسناد ده، تعرف الموضوع ده؟ ده إسناد عالي جدا ينقله الشيخ محمد أمان الجامي في تزكية الشيخ محمد بن هادي المدخلي. رأوا أن دي ورطات ودي بلاوي ومشاكل، أنا بدل نكشف البرعي والجماعة ديل وإنت ما قدرت عليهم كان تخليك مستور، كان تستر روحك. هاسي شوف وقعت في ورطة قدر كيف. طيب قال وفي مقدمتهم عرضت، قال هذه الأشرطة على بعض العلماء، وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكل من عرض عليه شريط الشيخ محمد أثنى عليه ثناء. ولم نعلم ومعنا في المدينة، أي هو معنا في المدينة، أنه رجع عما في الشريط، ودعوى وإشاعة الرجوع غير صحيحة، كيف يرجع عن الحق؟ شوف حسن الظن
بمش من عالم بتلميذه. شوف حسن الظن كيف، كيف يرجع عن الحق وهو قال الحق وهو طالب علم قوي في الحق، قوي في الحق معروف لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق لا نعلم أنه قال شططا فيما سجل شهد له كبار العلماء بأنه وفق وأن شريطه جيد، لذلك لا ينبغي إشاعة هذا التشويش حول أشرطته وحوله وإلصاق التهم به. إلصاق التهم به أمر فرية ومحرمة، فعلى من ألصق به بعض التهم أن يتوب إلى الله. كأنما يتكلم الشيخ عن هذا الصعفوق، قال ومحرمة فعلى من ألصق به بعض التهم أن يتوب إلى الله. فالرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه حسب ما نعلم، حسب ما نعلم الله سبحانه وتعالى هو العليم بنا وبه، لذلك هو من الدعاة الذي ينبغي التعاون معه، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته لما ذكرنا، وبالله التوفيق. أيضا هذه موجودة في النت بعنوان تزكية الشيخ العلامة محمد أمان الجاني رحمه الله للعلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وأنشد العلامة عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم قصيدة طويلة جدا لما مرض الشيخ العلامة محمد هادي بعد أن رد على الحزبيين والإخوانيين والسروريين في فتنة الخليج، وقالوا كما يقول الصوفية أن سبب مرضه هو الكلام في الناس. فألف الشيخ المحقق العلامة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم هذه القصيدة، وإذا شهد هؤلاء العلماء، وهذه شهادات لا بد من أن يتذكرها الإنسان، لأن هؤلاء الصعافقة يحبون أن أو يريدون أن يوازوا بين كلامهم وبين كلام الشيخ محمد بن هادي، فهو إنسان شهد له العلماء الكبار بالعلم، فإذا جرحك أنت أيها الصعفوق فاذهب إلى أقرب مستشفى واشتري شاشا وديتول لأنك ساقط، ولأن هذا الإمام عالم بأسباب الجرح وله قدم السبق في هذا المجال، وشهد له العلماء كما سيأتيك، وشهادته الماجستير والدكتوراه كانت في هذا المجال، في مجال الحديث، في بحث الأحاديث الصالحة والضعيفة في سنن أبي داود، كانت هذه رسالة الماجستير أشرف عليه فيها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ورسالة الدكتوراه كان فيها الشيخ عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله العلامة، وهو الذي نقل هذا الكلام، وإن شاء الله ننقل بعضه. طيب، ماذا أنشد العلامة عبد السلام ابن برجس؟ قال أبا أنس لي إليك حنين. أنت تقعد تنبس فوقه، شوف العلماء يحن بعضهم إلى بعض لأن العلم رحم بين أهله، وأما أنت فقاطع الرحم. طيب، قال أبا أنس لي إليك حنين، أنت الصفي على الوفاء أمين، وهذا يغمزه بقلب الحقائق وتزويرها والطعن إلى آخر. فيك المعالي يستضاء بنورها، أخلاق صدق كلهن يمين، ليث وربي لا يروم لقاءه، أحزاب سوء من لهم ممنون، هو أهلها في كل سني له، طوق الفضائل عدهن مئين. ولكن هذا جحد هذا الفضل، أنسيت في الحرب الخليج مواقفا من بعضهن صخور نجدة تلين، فل الجموع وهد أركان الهوى، سيف الشريعة في يديه سخين، علم وقوة منطق وجراءة
في الحق والله العلي معين إلى آخر القصيدة. هي قصيدة طويلة وهي منقولة من شبكة السحاب، وحسب الشبكة أنهم نقلوه من كتاب عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، الصفحة 15. طيب، وهناك تزكيات كثيرة وإجازة من الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وغيره من أهل العلم للشيخ محمد بن هادي، حفظ الله مشايخنا ورحم أمواتهم. وتدل هذه على مكانة هذا الإمام العالم. مما يزيد العجب أن نزار فضلا عن كونه ناقض ينقض العهود وأنه يقطع الطريق على طلبة العلم، أنه يثبت الدعاة في قيامهم بواجب الدعوة إلى الله، ولا يعرف له دعوة مفصلة على طريقة العلماء إلى التوحيد الصافي الصحيح. وأقرأ لك من كلام له منشور على الشبكة العنكبوتية، يقول وهو يتكلم عن النصيحة: ولذلك النصيحة وظيفة عظيمة، وظيفة علمية لا يقوم بها كل أحد، لا يقوم بها إلا الراسخ. ركز معي في النقاط دي، وأنا عامل عليها باللون الأحمر، وبعدها جبت كلام العلماء عشان بعدك ما يقول الناس زي اللي بيردوا براهم وكده وأنهم على غير طريقة العلماء إلى آخر. لا يقوم بها إلا الراسخ من المسلمين الذي تعلم وأخذ العلم من مصادره، بارك الله فيكم، وناله بطريقه الشرعي، ثم إذا ترعرع فيه ورسخ وأجازه علماؤه ومدرسوه ومشايخه ولمسوا فيه النباه راسخ وترعرع وأجازه علماؤه ولمسوا فيه النباهة والقدرة على البيان والنصيحة أجازوه وقالوا له: انطلق على بركة الله على ما تعلمت، وليس الأمر بالفوضى. هذه هي مشكلة العالم الإسلامي اليوم، أكبر المشاكل في عالم المسلمين اليوم. لا ينضج طالب العلم ولا يرسخ طالب العلم، وإنما يتعامل بعاطفة أو بأمر نفسه قبل أن يتعلم وقبل أن يترعرع في العلم ويرتع فيه، وقبل أن يرسخ فيه يريد ماذا؟ أن ينصح وأن يبلغ دين الله، هذا الذي ولد الفساد في الأمة اليوم. طيب، أولا نقول أن نزارا وضع قيودا وشروطا لم يشترطها العلماء الراسخين، فخالف بذلك الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة المستقرة التي ذكرها العلماء. سئل الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ورعاه، والسؤال طويل، عن مشكلة هي نفس مشكلتنا في السودان. يقول السائل بعد أن استفتح في السؤال: نريد أن نسألك عن قضية تهاجر من أجلها الأخلاء وافترق بعدها الإخوة السلفيين، كذا قال، وهي قضية الدروس، حيث ادعى البعض أنها غير جائزة طالما لا يقدمها العلماء أو طلبة العلم ثنوا الركب عند العلماء أو حاصلين على تزكية، واعتبار هذه الدروس من التصدر أو التعالم أو حب الظهور كما زعم البعض، كما تعلم يا شيخ عندنا بالعيون وهي منطقة بالمغرب أو بالمغرب لا يوجد عندنا علماء ولا طلبة علم كبار، وشد الرحال إلى العلماء أمر صعب ومتطلباته أكبر من القدرة، لكن عندنا إخوة وأخوات مجتهدين لنشر الدعوة السلفية وعندهم علم محتسبين لذلك وعندهم تواصل مع كبار الشيوخ إلى آخر. فالسؤال: هل هذه الدروس جائزة؟ وفي هذا الموضوع قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: لا يشترط للذي يجلس لإخوانه ويعلمهم
مما علمه الله التزكية، لا يشترط. إذن من هو الذي يخالف القواعد الشرعية السلفية المعتبرة؟ هذا الصعيفيق. طيب، قال عن علماء كبار، بل يكفي في ذلك أن تكون عنده حصيلة علمية أخذها عن من أخذها عن علماء أو عن طلاب علماء، أو كان عنده حذق يستطيع أن يلخص من كلام العلماء ما ينفع الله به إخوانه فيما يرون. وأما طلب التزكيات وأن تكون من علماء كبار فهذا تشدد، لأنه كما ذكرتم البلد محتاجة والناس محتاجون إلى من يعلمهم، ولا أبالغ أقول حتى في بعض القرى عندنا، يعني وين؟ السعودية يعني، أو ضواحي القرى، من يحتاج إلى من يعلمهم الصلاة والوضوء ويعلمهم مبادئ في التوحيد، بقي التهاجر والتشاتم والاتهام، فهذا خطأ وهو إجحاف في حق إخوانهم الذين بذلوا وقتهم لتقديم ما عندهم من الحصيلة العلمية لإخوانهم. فأنصحهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا عن هذا المنهج الفاسد. ده كلام منه؟ كلام الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله. ده منهج فاسد تشترط، ولسه في كلام باطل أخطر من القواعد التي خالفها. قال نعم، فلو ترك الناس إلى ما اشترطوه من التزكيات من علماء كبار لضاع الناس بدون تثقيف في الدين. والقاعدة العامة في جميع التكاليف الشرعية أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما أمكنهم وأقدرهم الله عليه فهم على خير إن شاء الله تعالى. وأوصي هؤلاء الإخوة الذين جلسوا لإخوانهم المسلمين، كذلك الأخوات اللاتي جلسن لأخواتهن المسلمات، أن يمضوا على بركة الله، وإذا أشكل عليهم أمر من الأمور وجب عليهم تدوينه وسؤال من يثقون بدينه وأمانته وفضله في العلم والعمل ونصحه للأمة. طيب، هذا كان بعنوان هل تشترط تزكية كبار العلماء لمن جلس يعلم إخوانه. وأيضا ردا على هذا الكلام، في كلام كثير طبعا، في كلام الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، تذكرته الشيخ أبو بكر، صفحة 49 في بيان كتاب اسمه بيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال. وقد اشترط إبراهيم الرحيلي هذا الحزبي اشترط شروط يعني يريد بها أن يعجز طلبة العلم عن القيام بواجبه، فقال أن يكون الرد من عالم راسخ القدم في العلم يعلم على وجه التفصيل جوانب المسألة المتعلقة بموضوع الرد من حيث الأدلة الشرعية عليها وكلام العلماء فيها ومدى مخالفة الخصم للحق ومنشأ الشبهة عنده وأقوال العلماء في رد هذه الشبهة والاستفادة من كلامهم في ذلك، كما ينبغي أن يتسم الراد على المخالف بقوة الحجة في تقرير الحق وإزالة الشبهة ودقة العبارة بحيث لا يظهر عليه في شيء من ذلك أو يفهم من كلامه غير ما أراد، وإلا حصل الضرر العظيم بتصدي من فقد هذه الشروط للرد. شيخ ربيع ابن هادي المدخلي العلامة حفظه الله قال يا حبذا أن يكون الرد من عالم راسخ صفاته كما ذكرت، لكن استكمال هذه الصفات لا يجب في كل رد، ولا يجب استكمالها في كل رد، ولو اشترطنا ذلك في كل رد وكل رد لاستشر الفساد واستولى على الأمة بأجمعها إلا النادر من الناس. قال يؤكد عدم صحة استكمال هذه الشروط أنك لا تجد في معظم بلاد الإسلام علماء سلفيين راسخين، ويوجد فيها طلاب علم، ومع ذلك فإنه قد نفع الله بهم في نشر التوحيد ودحض الشركيات والبدع والخرافات. وأنا أسأل الدكتور إبراهيم إذا كان هناك بلد أو بلدان تنتشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط، ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية
وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة التعطيل، تعطيل صفات الله، وبدعة القدر، وبدعة الإرجاء، وبدع الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع، ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء، فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم، أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين إلى آخر؟ ثم رد الشيخ ردا طويلا عظيما. طيب، سئل العلامة الفوزان حفظه الله، أيضا مكالمة موجودة على النت، شيخنا المبارك، أنا إنسان عامي ولكني أحب أحضر أو أن أحضر دروس العلماء الكبار، ومع الأحداث الراهنة صرت أنقل كلام العلماء، صرت أنقل كلام العلماء في الجماعات وفي خطر التحزب، فأنكر على بعض الناس وبعض الزملاء، فأنكر علي بعض الناس وبعض الزملاء، هل كلامهم صحيح ولا فعلي صحيح؟ بارك الله فيكم. قال الشيخ الفوزان: لا، فعلك صحيح جزاك الله خيرا، وإذا رأيت من يتحزب أو من يتقسم يقسمون الناس إلى أحزاب وإلى طوائف وإلى، هذا منكر وأنت تنكره بقدر استطاعتك ومعرفتك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك. نعم، انتهت الفتوى. طيب، بعدك نزار لما قال هذه هي مشكلة العالم الإسلامي، أكبر المشاكل في عالم المسلمين اليوم، لا ينضج طالب العلم ولا يرسخ، وقبل أن يرسخ فيه يريد ماذا؟ أن ينصح وأن يبلغ دين الله. فزول ده قال شنو؟ قال أكبر المشاكل هي شنو؟ إن زول ما رسخ وما ترعرع إلى آخر ما قال. وهل هذه أكبر المشاكل؟ وأكبر المشاكل المسلمين اليوم في العالم الإسلامي وقبل اليوم، ما هي أكبر المشاكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون جميعا في حديث عبد الله بن مسعود، قال: سئل أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأدلة في هذا الباب عظيمة وكثيرة، ولذلك لا تتعجب أبدا، لأن الإنسان هذا الصعيفيق لا يدري أي المشاكل أعظم وما هي الأولويات في الدعوة بحسب كلامه المسجل ولم يتب منه إلى الآن، فكيف نرجو منه أن تكون له دعوة واضحة في بيان التوحيد ونبذ الشرك وقمع البدع والضلالات؟ لا يرجى منه، وهو لا يقتنع بهذه المسألة، فعنده أن تترعرع وأن يعني ترسخ وكذا، هذا أكبر الهموم عنده وأكبر المشاكل عنده، إن الناس ما ترعرعوا. طيب، وأيضا هذا يجلي لماذا ويجيب على سؤال لماذا ليس له عناية بالرد على دعاة البدع والإلحاد ممن يوجدون في السودان من الصوفية الختمية والمرغنية، وزي الإزيري الذي ملأ السودان بالكفر بالله والإلحاد، وقد أرسلت لأنه يقول مغالون، قال عن إخواننا أنهم مغالون في تكفيرهم للصوفية، فهذه الكلمات من الصوفي الإزيري رفعت إلى العلامة الفوزان، فقال ماذا قال؟ قال: هذا داعية شرك. وقد فتح هذا الإزيري بلاغا في الشيخ مزمل وفقه الله، وحكم القاضي بصحة ما رماه به الشيخ مزمل أنه من دعاة الشرك. فأين الغلو؟ أين الغلو؟ وقد وافقنا القواعد الشرعية المعتبرة حيث رجعنا إلى علمائنا ورموه بهذا اللقب الذي يستحقه من الشرك، وهو يقول
أي الإزاري، وهو ينكر الاستواء. يقول الوهابية، يقول لك الله في السماء. لماذا أنا أذكر هذا الكلام؟ حتى يعي ويعلم من يسمع هذا الكلام خارج السودان، حتى يعلم أن نزار أقل أحواله أنه متهرب من دعوة التوحيد، أقل أحوال. ده ملا الإذاعات، ملا القنوات، ملا الجرائد، وين ردك عليه؟ مش بترى التصوير حرام؟ مش ما بتخش في الجرائد، ما بتخش في القنوات، ما بتخش في غيره حسب ما تعتقد أنت؟ كويس، وين دعوتك للتوحيد؟ أن نعرف وأن تنتشر وتشتهر دعوتك إلى التوحيد، ومنابذة ومجابهة هؤلاء المضلين والمجرمين، كما انتشرت دعوة علمائنا كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري وغيرهم من العلماء. وين؟ طيب، وده كله يا اخواننا عبارة عن عوائق للدعاة إلى الحق. ولكن نحن عندنا سلف، أنت قال لك نحن بنتكلم في دعاة الباطل القاعدين في السودان. الشيخ أبو بكر نقل لك من كلام العلماء الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء الشيخ أحمد النجمي. تعال شوف، أديك نموذج واحد بس حتى لا نطيل على الناس. ده كتاب أو مجموعة كتب للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، عنوان الكتاب البركان لنسف جامعة الإيمان. هل بيكون يا ربي فتحه ولا قراه ولا قدر يشيله؟ طيب، ومعه قال لك تعزيز البركان، البركان تاني جابوا له شنو؟ مدد. طيب، وإسكات الكلب العاوي يوسف ابن عبد الله القرضاوي، والزن ده عنوان الكتاب، لسه ما خش لك جوا يا ناس عليك الله. أي سلفية يتحدث عنها نزار؟ وكيف إنسان بهذا الحال يطعن في علم من أعلام السلفية، ينافح عنها وزكاه على هذه المنافحة العلماء من قبل أكثر من 30 سنة؟ كيف يساوي هذا نفسه بعالم مجاهد نحسبه والله حسيبه، نسأل الله أن يثبته وأن يوفقه. طيب، من صفحة 3، وأنا حنقول لك كلام سريع، دي مقدمة الطبعة الثانية. أما بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فإني أحمد الله الذي وفقني لتأليف البركان. يا سلام، إلى العلماء تقول لي وهؤلاء عندهم غلو، عندهم غلو كذا. رأيك في الشيخ مقبل شنو أنت في العلماء الأكابر؟ قال والتعزير والكلب العاوي، فقد اتضحت أمور كانت مشكلة على بعض إخواننا في الله أهل السنة والغير على العقيدة الصحيحة، فقرت أعينهم. شوف الناس ينوم، تقر أعينهم بالرد على أهل البدع والإغلاط عليهم وسبهم، ولا ده ما سب. طيب، لسه أنا جايك جوا. وفتح الباب، بل نشط إخواننا في الكتابة في هذين الموضوعين، فعسى الله أن يحقق لي ما وعد به على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة. شوف الفهم الراغي بتاع العلماء ده كيف. طيب، الصفحة رقم 5، الطبعة مقدمة الطبعة الأولى، قال العقيدة في العقيدة. أما بعد، فإنا نحمد الله على ما يسر من الكتب، ولو الفضل وحده، تلكم الكتب من فضل ربي تناولت العقيدة كإرشاد ذوي الفطن لإخراج غلاة الروافض من اليمن، وصعقة الزلزال لنسف أباطيل أهل الرفض والاعتزال. وكلام قال مطبوع ومواضيع شتى مبثوثة في فتاوي في فتاواي. والفقه مثل رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، ده الفقه. وتراجم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ومواضيع شتى في فتاواي، والحمد لله. وأمورا دعوية مثل الفواكه الجنية والمصارعة، ده كتاب. يا زول، نحن عندنا غلو ولا نحن متبعين نهج علماء أغلظوا على أهل البدع؟ وهذا مما يمدح به عند السلف، عرفت؟ لما مدحوا الإمام الشافعي قال وكان شديدا شنو؟ على أهل البدع والكلام، وغيرهم من السلف بلي، عرفت؟ قال وقمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد وغارة الأشرطة على أهل الجهل والصفصطة. تاني بعد ذاك نمشي لكتاب إسكات الكلب العاوي، الصفحة 70 و71 و72 و73 و77. بعد أن ذكر الشيخ
الأدلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصفحة 70 قال: هذه الأدلة تحتم على المسلمين وعلى علماء أهل السنة حفظهم الله تعالى أن يقوموا بواجبهم في الرد على المبتدعة. ده قام بيو نزار هاشم، قام بيو 16 صفحة في الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ولا ربع سطر في البرع ماف. وين الواجب؟ أتذكر ليك الشيخ العلامة مقبل رحمه الله. طيب صفحة 71، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، قال: وأنصح من كان لديه من الإخوة، قال: وقد ألح علي في الرد على القرضاوي مرارا حتى سمعت ما لا يجوز أن يسكت عنه فسميت الرد. وهذه هي السلسلة الأولى، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. وأنصح من كان لديه من الإخوة كلام أو لديه صحيفة فيما يتعلق بالقرضاوي أن يرسلها إلينا وجزاهم الله خيرا، لأنه برضو نزار هاشم في مقالاته وفي كلامه بيقول إنه ديل بيجيبوا كتب للصوفية وبردوا عليها، وليس هذا من منهج الأكابر أو كلمة نحوه، هذا ما من منهج الأكابر. قال: أنا أنصح أي زول عنده أباطل للقرضاوي شنو يجيبوا لنا. طيب قال: سيقول بعض الحزبيين: عالم من العلماء وسميته كلبا عاويا، أما هذه فكبيرة يا أبا عبد الرحمن للشيخ مقبل، يعني عالم من العلماء ومفتي قطر. قال: اسمعوا إلى قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب. وقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى آخر الأدلة العظيمة التي أتى بها هذا الإمام العالم. تاني قام جاب كلام القرضاوي لما قال يعني لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، قال: هذا الكلام ضلال مبين، إن أراد أن يفضل اليهودية أو الفائزة بتلك النسبة على الله سبحانه وتعالى فهو كافر، وإن أراد أن اليهود والنصارى والبوذية وعباد البقر وعباد الفروج وغير ذلك كثير وهم لا يصوتون لله فهذا أمر أقل خطرا من ذلك، ولكنه ضلال مبين، إلى آخر كلامه. بعد ما برضو جاب له كلام ثاني قال: كفرت يا قرضاوي أو قارب. القرضاوي هذا هو الذي يقول في عبد المجيد الزنداني: لا أعلم إلا مجاهدا، مجاهد ولكن لنصر الشبهات على الإسلام. بعد ذاك ثاني قال: وبعد ذلك، بعد ما سمى الكتاب إسكات الكلب العاوي، قال: وبعد ذلك يأتي عقيل المقطري، أنا ما بعرف. قام قال شنو شيخ، شوف العبارة دي شديدة كيف، قال: لا بارك الله فيه، ويحتسب ليوسف القرضاوي كما احتسب لمحمد سرور، وترفع قضية أخرى إلى القضاء. يعني بسبب كلام الشيخ في القرضاوي قام شنو رفعوا فيه قضية في القضاء، نسأل الله أن يعلي درجته بهذا الجهاد العظيم. صفحة 77، قال: واجب واجب، كرر الكلمة مرتين، على علماء السنة أن يجمعوا أشرطته وأن يجمعوا الصحف التي نشر فيها وأن يبينوا للمسلمين حاله، لا بد من أشرطة تخرج بين المسلمين وكتب يطحن بها كما طحن الطحان إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان. يا قال والله كلام يا ناس، عليك الله يا نزار، الله يهديك يا قال. أكفينا، أنا قلت لك أكفينا الكاميرا دي. بعض الشباب في مصر قال يشترون الكتاب ويتعجبون من هذا العنوان، ما هذا؟ الداعية الكبير عبد الرحيم الطحان والوادعي يقول إنه ضال، والحمد لله هدأت المسألة. أصحاب جمعية الحكمة لا بارك الله فيهم. أنا قلنا في الحزبيين البرعي، قلنا فوقه كلام زي ده، قلنا فوقه لا بارك الله فيه البرعي، قلنا فوقه نحن كلام زي ده، ما قلنا لأس. قال: من اليمن يقولون الطحان عالم وفاضل ولو أخطاء كغيره، إلى آخر ما قال حفظه الله. صفحة 87 88 89، لأنه تاني ما دارين أنا نفتح موضوع هذا الصعف. قال: عايض مسمار له كتاب بعنوان زيطة وزراميط، دريت انت قاري شنو الشيخ يعني لما يجي يرد على زول بيجيب زي شنو زي القصص دي عشان يضرب بها أهل البدع. قال: ذكر في حال الإخوان المسلمين وشبههم في حالهم وسلوكهم في دعوتهم بامرأة
شوف قال شبهم بشنو؟ بامرأة كانت ما تأكل إلا على رأس الإبرة، وزوجها يتعجب كيف هذه المرأة ما تأكل إلا على رأس الإبرة، كيف تعيش هذه المرأة؟ ويوم من الأيام خلاها تذهب ترعى قال، والظاهر أنه قدم لها طعاما وجعل بينه شيئا من الجلود. قال وفت وإداما، وبعدها قدم لها الطعام وجعلت تأكل والجلود بينه، وسقط فار صغير فأكلت فصاح وهي تأكله، يعني الفار زيد، فقال زيد وزراميض. أسأل الله أن يرزقنا السداد والإخلاص والزهد في الدنيا، وأن ينفع بنا وينفعنا، ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. طيب صفحة 89 قال وقد كنا تكلمنا على جامعة الإيمان في ثلاثة أشرطة، وبعد الانتهاء من الرد على القرضاوي إن شاء الله نبدأ في الرد على الرجل الخطير الذي يعتبر أخطر الإخوان المفلسين وهو صلاح الصاوي، فإن شاء الله قال فليترقب هو ومن يدعوه إلى اليمن، فليترقبوا شريطا أو أشرطة الكاوي لدماغ صلاح الصاوي. يا ناس عليك الله، نزار هاشم عنده جهود زي دي، المعاكل بتدافع عنهم الذين أخرجت هذا الرد بسببهم، هل عندهم ربع هذا المجهود؟ ديل علمائنا وديل قدوتنا، الله يهدينا ويهديك. عرفتوا كلام كثير بس ما أقدر أطول عليكم. طيب فأنا أوصيكم بأن تترعرعوا على هذه الكتب، وأن تأخذوا بسبيل علمائكم الكبار. طيب وقد كفانا الشيخ أبو بكر أنه نلزمه بكثير من المسائل، ولعل أغلب ما أردت أن أعلق عليه، لكن بس في بعض التعليقات فيها نقولات عن بعض المشايخ، كنت برضو دار أعلق على المقدمة أنه قال رد غير علمي وغير مقبول، وطبعا إذا بقى الرد غير علمي وغير مقبول ده في صالحك، مش المفروض تمرقه عشان يكون زيادة وقوة لجنه لحجتك، وإلا تتذكر معي كلمة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. طيب نزار هاشم أيضا من حيث يشعر أو لا يشعر ألبس الشيخ محمد بن هادي العلامة حفظه الله لباس من لا يحافظ على الدعوة السلفية، وأنه يسعى إلى شقها زي ما قال لك شيخ أبو بكر، التهويل والتهويش والكلام الزي ده. قال وإنه يعني داري حافظ على الدعوة السلفية من محمد بن هادي، قال لأجل هذا وغيره، بعد ذكر نصوص في النصيحة، قال وحفاظا، يعني كان سبب الردة حفاظا على دعوة الله السلفية المحفوظة بحفظ الله وأهلها وعدم شقها، يعني لو ما طلع الرد حيصل للدعوة السلفية شنو؟ الشق، وتضيع الدعوة السلفية إن لم يحفظها الله، وتنزيلا لكل أمر في محله ونصابه، لأن الشيخ محمد بن هادي خلط الأمور، وحفاظا على مكانة أهل العلم الواجب حفظها ورعايتها. سأقف مع فضيلتكم وفقكم الله بعض الوقفات. شوف الزول ده متعالم ويتعالى على العلماء كيف. طيب وردا عليه قال الشيخ عبد الرحمن محي الدين، وهو من العلماء الكبار الثقات حفظهم الله، وهو يثني على الشيخ محمد بن هادي بعد أن قرأ أو نقل إليه كلام نزار هذا. قال الشيخ محمد بن هادي معروف من خيار العلماء ممن نعرف، ونزار هدانا الله وإياه، لا يجوز له نشر مثل هذا فيتجرأ الصغار على العلماء. فأنت كم أنت ما هو قدرك بكلام الأكابر والعلماء؟ أنك صعفوك، أنت من الصغار ولست من العلماء، وعنده ما يشغله. شوف ده كلام الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، وهذا من بصيرة هذا العالم، وهو الإصلاح في السودان، زي ما قال المثل باب النجار شنو؟ مخلع. وزمان حفظونا مثل يقول لك حلوا لنا غلوتيه، يقول لك أكسي الناس وأنا عريان، دي شنو؟ دي الإبرة مش؟ وده قال بيه قال دار يصلح الدعوة السلفية ويحافظ عليها وما تنشق الدعوة السلفية والكلام ده، عرفتها؟ وهو قال لك الشيخ نصحك قال لك وعنده ما يشغله، وهو الإصلاح في السودان والذي تستأسد فيه الصوفية، حق ولا ما حق؟ ولينظر إلى الإخوان الذين يجاهدون الصوفية في السودان كيف نفع الله بهم،
فيتعاون معهم بدل أن يلتف على إخوانه في أمور أقل ما يقال فيها قيل وقال، أقل حاجة فيها، وقد دخلت فيها حظوظ النفس، وكل يريد الانتصار لنفسه فيضر نفسه ويضر الدعوة، دعوة التوحيد. وشو قال داري حافظ على الدعوة؟ شيخ عبد الرحمن محي الدين قال لك أنت بطريقتك دي بتسوي في جنوه، بتضر الدعوة، دعوة التوحيد. يجب أن تمسح، واجب عليك يا نزار من موقعك، مش بتسمع، مش داير أنت تزعم أنك ترجع إلى العلماء الكبار. الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله يقول يجب أن تمسح هذه المهاترات، ولا يلتفت إليها، ولا يلتفت إليها طالب العلم، طالب النجاة يوم العرض الأكبر، كما يقول عمر رضي الله عنه: يا ليتني أنجو لا علي ولا لي، والله يتولى الجميع بتوفيقي. وقد نقلت من حساب الشيخ أسامة العمري حفظه الله من التويتر. طيب، وهذا يبين لك أن حقيقة هذا الرد هو دفاعا الذين تكلم فيهم الشيخ العالم الجليل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هم الصعافقة والذين جرحهم الشيخ جرحا مفصلا، وليس دفاع نزار عن هؤلاء الصعافقة بأولى بالقبول من جرح الشيخ العلامة محمد بن هادي في هؤلاء الصعافقة، خاصة وأنه طالب علم وحديث، كما نقلته من كلام الشيخ العلام عبد الرحمن محي الدين حفظه الله. قال الشيخ: فقد عرفت الأخ محمد بن هادي المدخل قريبا من 20 عاما، والذي أعرفه منه بحول الله وقوته أنه طالب علم حقيقة وجاد في طلبه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، مع ما فيه من الصبر والحرص والتحمل في طلب الحق والثبات عليه. وقد ناقشته في رسالتيه، في رسالة الماجستير وكان مشرفا عليها الشيخ ربيع، ثم شرفت عليه في رسالة الدكتوراه، فوجدته فعلا قل أن يوجد مثله من طلبة العلم الذين ينشرون الحق أو ينشدون الحق ويسعون وراءه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا أزكي على الله أحدا، لأن الله أعلم بخلقه، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه تذكر الرجل بما فيه والله حسيبه، هكذا يستفاد منه حقيقة. وقد تعرضه، شوف ده العالم الثاني، العالم الأول الذي بيّن أنه قد يستفيد في بعض المسائل من الشيخ محمد هادي، من أولا؟ شيخ عبيد الجابري حفظه الله، وهذا من هضمهم لأنفسهم مع مكانتهم وتواضعهم حفظهم الله. قال: وقد تعرض بعض المسائل فأسأله عنها. أنت ما كان تزال أيها الصعفوق، أما كان أولى لك أن تجلس إلى الشيخ محمد هادي وتقول له: ما بال الصعافقة؟ أما كان حقا عليك أن تجلس وأن تتعلم؟ طيب، قال: والعلم رحم بين أهله، لا مانع من ذلك، يستفاد منه، فإنه صاحب علم، صاحب فائدة، ولا سيما في الحديث وعلله. العلل، أي علة ظهرت؟ صعفوق في الحديث ظهر بتاع، قال لك الشيخ ترجع له مرجع في الموضوع. طيب، والفقه وتأصيله وخصوصا في مذهب الحنابلة، فأسأل الله له التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وده العلماء هم أكبر في السن من الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظهم الله جميعا، ومع ذلك انظر إلى هذا التواضع والدفاع عن أنفسهم. طيب، قال: بعد التناقضات الواردة في المقال أنا أكتفي بما ذكره الشيخ أبو بكر، وأنا مركت لي 16 أو 18 صفحة في 4 صفحات من مقاله، لأنه كلها عبارة عن تناقضات، وهكذا إذا تكلم الإنسان في غير فنه فإنه يأتي بالعجائب والغرائب، وخاصة إذا أراد الإنسان أن يسقط عالما من علماء أهل السنة فإنه سوف يكسر فكه ويحتاج إلى عملية مستعجلة. ولذلك ما ذكره الشيخ أبو بكر في داخل هذا البيان من الكذب المفضوح والتناقض الظاهر والإلزام بما ليس لازم، وأن يعني يحمل الشيخ كلام ما لا يحتمل
ولا يأخذه بالمحمل الحسن الذي يزعمه هو إلى آخر. فهذه كلها تجعل هذه 16 ورقة لا قيمة لها، وأننا نقول بكل الكلمة القوية والفم المليان أن هذه العبارات والصفحات التي سويدت لا تساوي المداد الذي كتبت به، وهي أحقر وأقل من أن يرد عليها، ولولا أنه إنسان متمسح بالعلماء لما رددنا عليه. ومقام الشيخ حفظه الله معلوم عند أهل العلم، ولكن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه من يسمع الشيخ ويستفيد منه، أن يدافع بحق وأن ينصف الشيخ ممن اعتدى وظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.